أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الصحافة في أسبوع. النهاردة هستعرض معكم أهم عناوين الصحف الصادرة خلال أسبوع وأهم وأبرز القضايا المثارة على الساحتين الدولية والمحلية. هروح معكم لأول خبر معنا النهاردة من جريدة الأهرام. عودة الطيران الروسي المباشر لمصر رسميا أول فبراير. ومن الأخبار، رئيس الأركان يشهد المناورة بدري 2017 بالجيش الثالث الميداني ويطالب بالبعد عن النمطية في التدريب. ومن المساء، البرلمان العربي يسحب رعاية أمريكية لعملية السلام في اجتماع المغرب. ومن المصري اليوم، وزارة الصحة تتعهد بإنهاء أزمة البنسلين الأربعاء المقبل بطرح كميات كبيرة منه. ومن الوطن، مجازات 302 موظف بإيتاي البارود في البحيرة لعدم انضباطهم خلال العمل. ومن اليوم السابع، مصر تستعد لتصدير علاج عقار الفيروس الكبدي سي العام المقبل. ومن الوفد، حقل زهر والاكتشافات الجديدة تضع مصر في قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في 2019. ومن صوت الأمة، اغتيال عبد المنعم رياض للمرة الثانية في بورسعيد بعد انهيار التمثال والمحافظة تحقق في الواقعة. وأخيرا من صحيفة الدستور، وزير الكهرباء يعلن تفاصيل المشروع النووي في الضبعة في مؤتمر صحفي خلال أيام. أعزائي المشاهدين، دي كانت أهم عناوين الصحف الصادرة خلال أسبوع. نتولها معكم بالرصد والتحليل مع الكاتب الصحفي عادل السنهوري رئيس تحرير صوت الأمة بعد الفاصل، فانتظرونا. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد. بنرحب بضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، الكاتب الصحفي الكبير أستاذ عادل السنهور رئيس تحرير صوت الأم. أستاذ عادل، إزاي حضرتك؟ مشرف. أهلا بيك يا أستاذ ماهر. أهلا بيك، أنا اللي متشرف بيك والله، وبسعيد دايما معك. أهلا بحضرتك. معانا النهاردة مجموعة أخبار مهمة جدا عايزين نتناولها مع حضرتك بالعرض والتحليل. هنروح لجريدة الأهرام، عودة الطيران الروسي المباشر لمصر رسميا أول فبراير. أنت شفت الخبر ده إزاي؟ وزيارة الرئيس بوتين لمصر كانت حضرتك شفتها ازاي في انتعاش السياحة والاقتصاد عموما في الفترة القادمة؟ طيب خلينا نتكلم على الزيارة في إطار العام. تمام. يعني الزيارة طبعا زيارة مهمة جدا، دي للمرة الثانية في خلال عام الرئيس بوتين بيزور مصر، وده في إطار العلاقة، يعني العلاقة القوية ما بين الرئيسين. الزيارة كانت مهمة لأن هناك ملفات كثيرة جدا على طاولة المناقشات، منها الملفات الخارجية وده مهم، ومنها الملفات الداخلية وهذا هو الأهم. الملفات الخارجية زي ما احنا عارفين أوضاع على الأرض في الملف السوري تحديدا متغيرة، وأصبح الآن الكفة تميل إلى صالح النظام هناك، وأن كافة الأطياف السياسية المعارضة والحكومية أصبحت تثق في الدور المصري، ولذلك الدور المصري يتزايد في حلحلة الأزمة السورية، والكل لا يثق في دور إقليمي في الأزمة السورية سوى في الدور المصري تحديدا. ولذلك كان إشادة الرئيس بوتين بالدور المصري في حل الأزمة السورية كان موجود، وأنه كمان بيدعو إلى توسيع هذا الدور لكي تكون هناك منصتين فقط، منصة القاهرة ومنصة روسيا لحل هذه الأزمة، اللي هي أعتقد أن هي في سبيلها للتحاور السياسي، الحل السياسي، لأن ليس هناك حل عسكري بعد أن استطاعت القوات الروسية بدعم القوات الجيش العربي السوري في تقريبا استعادة غالبية العظمى من الأراضي السورية. هذا في الملف الخارجي. ثم أيضا كان هناك الملف الليبي، وده ملف مهم جدا بالنسبة لمصر وبالنسبة أيضا لروسيا. بالتأكيد ده كان منها جماعات إرهابية كتيرة. بالتأكيد، فده كان ملف أيضا مهم جدا، ملف الليبي. ثم أيضا كمان اللقاء جاء على في عقاب قرار الرئيس الامريكي ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمه لاسرائيل. فهذه الملفات الخارجيه. الملفات الداخليه لم تقل اهميه عن الملفات الخارجيه، وخاصه كان هناك ملفات علقه ما بين القاهره وموسكو، منها التوقيع النهائي
على انشاء محطة الضبعة النووية، وتم التوقيع بعد مباحثات يعني شاقة ما بين الجانبين، وبدء العمل صدور التوجيهات الرئيسية ببدء العمل في محطة الضبعة النووية اللي هي بالفعل هتوفر طاقة كثيرة لمصر، وخاصة في مشاريع التنمية المتزايدة في مصر. الحاجة الثانية أهمية كمان المحطة في دفع الاقتصاد في الفترة اللي جاية بالتأكيد، وتوفير الطاقة دي حاجة مهمة جدا. بص زبهر، يعني ما فيش والقرض مريح للغاية، يعني انت بتسدد قرض مريح على للغاية. 19 سنة في اعتقد ده، وكمان من التشغيل يعني طبعًا. مش هيكون من ناتج التشغيل، من ناتج التشغيل بعد تشغيل المحطة النووية اللي هتبقى اعتقد 4 محطات، ثم بعد ذلك مصر محتاجة ما يقرب من 12 محطة. احنا مش يعني لو استدردنا شوية قليلا في هذا الملف احنا تأخرنا كتير. احنا اصلا كان جداً. عندنا أزمة طاقة كمان، يعني احنا لسه خارجين من أزمة طاقة لسه ناس سنة او سنتين. مفيش تنمية اذا انت عندك خطط طويلة المدى للتنمية في مصر، فبالتالي تحتاج الى طاقة. انت بالفعل وفرت من خلال محطات بلطيم او بني سويف او محطة العاصمة الإدارية الجديدة، اصبح عندك دلوقتي فائض من الطاقة، ولكن مع تنامي المشروعات التنموية الأفقية على مستوى المحافظات مصر كلها يحتاج الى طاقة جديدة، وتستغل كل انواع الطاقة مش التقليدية فقط في محطات الكهرباء، الطاقة المتجددة في الرياح، في الطاقة الشمسية، ثم والاهم الطاقة النووية اللي تأخرنا فيها جديدا. انا عايز اديك معلومة بسيطة بس، احنا بدأنا مع الهند في الخمسينات، لكن للأسف الهند اصبح عندها دلوقتي اكتر من 39 مفاعل، وانت لسه بعد اكتر من 60 سنة لسه بتبدأ في الدولة. طيب هستأذنك ناخد خبر تاني معانا من الوطن. مجازات 302 موظف بيتي البارود في البحيرة لعدم انضباطهم خلال العمل. انت شايف ان الاداء الاداري في المحافظات وسواء في الجهاز الاداري كمان محتاج كثيرا من الضبط؟ بالتأكيد، يعني خلينا نوجه تحية سيادة المحافظة، محافظة البحيرة مهندسة نادي عبده، لأنه بالفعل طيب احنا هنستأذنك ناخد المهندسة نادي عبده محافظ البحيرة. مهندسة ازي حضرتك؟ أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. معايا الكاتب الصحفي الأستاذ عادل السنهوري رئيس تحرير صوت الأمة في الاستوديو بيسلم على حضرتك. اهلا وسهلا، سلامي ليك كتير. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. الحقيقة باشمهندسة احنا معجبين بأداء حضرتك جدا والنشاط اللي حضرتك فيه، وحضرتك ما بتقعديش في المكتب خالص، فاحنا لقينا خبر لفت نظرنا، مجازات 302 موظف بايتي البارود في البحيره لعدم انضباطهم خلال العمل. قولي لنا ملابسات الخبر ده، والعدد ده كبير جدا، يعني احنا بنسمع عن مجازات موظف او اثنين او ثلاثه او 10، انما 302 ده رقم كبير جدا يا ست المحافظ. يا فندم ده طبعا 302 ده في 7-8 اشهر، واحنا بعد ال 600 دول عندنا برضو 200 خبر. احنا عندنا اكتر حاجه الحقيقه في المخالفات الإدارية دي اللي هي بتبقى في المستشفيات والوحدات الصحية وفي المراكز والقرى. احنا بنطلع على طول، عارف حضرتك، مراقبة إدارية وفنية، بنلاقي مثلا تلت الأطباء مش موجودين، بنلاقي تلت الموظفين مش موجودين، فدول على طول احنا ما بنسكتش. وانا هقول لحضرتك خبر برضو مهم جدا في القضاء على الفساد. احنا حاليا ما عندناش مستند بيقعد في المحافظة أو عند أي موظف أكثر من 3 أيام، فده طبعا بدون شك بيجري الإجراءات كلها. دي حاجة مهمة جدا يا معالي الوزيرة، أن يكون المستند ما يقعدش 3 أيام، دي حاجة تعمل طفرة كبيرة جدا في العمل اللي في الجهاز الإداري، وده اللي مصر أصلا بتعاني منه يا سيادة الوزيرة. والله هو ده اللي احنا طورناه بصورة غير عادية، وده ما اقدرش اقول لحضرتك بيدينا يعني رد فعل ازاي في المشروعات الاستثماريه. عندنا لجنه الاستثمار بتجتمع كل اسبوعين، بعد ما كانت بتجتمع كل 15 اشهر. طب كويس جدا. داش مستخدمين اكتر كل العمل الى الامام ان شاء الله. طب مع المحافظ سيادتك حضرتك بس قولي لنا انت قدرتي تنفذي ده ازاي في 3 ايام، علشان لو حد بيقدر يسمعنا يقدر يستفيد من التجربه. في 3 ايام الطلب ما يقعدش.
تحفظ هذه الأراضي. والله احنا بنحييكي عادل بيه السنهوري رئيس تحرير صوت الأمة، عايز يسأل حضرتك سؤال. انه هيصبح عندنا قاعدة بيانات لكل اراضي المحافظة، انا عارف ان محافظة البحيرة بتعتبر تاني او تالت اكبر محافظة بالفعل من حيث الاراضي، هل بالتعاون مع الجهات المعنية، مع هيئة المساحة، مع القوات المسلحة، هل هيكون عندنا قاعدة بيانات بالفعل؟ ده سؤال جميل. احنا دلوقتي هيئة الاستشعار عن بعد، انا خلاص عملت معاهم بروتوكول مع الدكتور رئيس الهيئه والدكتوره النائبه، على اساس هنعمل خريطه معلومات لكل البحيره في كل شيء. وابتدينا الحقيقه بوادي النطرون، لان احنا عندنا في وادي فتح السيسي هو اوكل لنا لولايتنا من الشهر اللي فات 160 او 165 الف فدان في وادي النطرون اصبحوا ولاياتنا. فاحنا طبعا عشان نقدر نجيب احداثيات هذه الولايات ومن وضع يده عليها ومن عمل عقود مع هيئه التنميه الزراعيه، عشان كده انا استعنت فورا بهيئه الاستشعار عن بعد، والحقيقه طلبت برضو 50 مهندس زياده، ورئيس التنظيم والاداره وافق لي عليهم، وجاري النشر على اساس نعين هؤلاء المهندسين لمساعدتنا في معرفه التقنين او معرفه لمن تقول هذه الاراضي. معالي الوزيره، كان حضرتك لقاء مهم جدا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضرتك بتساليه عن الاسعار، والرئيس السيسي رد على حضرتك وقال لك بين البائع والمشتري ايه؟ يفتح الله. قول لنا بقى الاسعار في محافظه البحيره، وانا عارف ان حضرتك مهتمه بالملف ده جامد جدا وشغاله عليه كويس. قول لنا بقى حضرتك، تم حصر جميع الاراضي اللي موجوده في محافظه البحيره ووضع اليد عليها، وبيتم التعامل عليها ازاي؟ انا طبعا ما اقدرش اقول تم الحصر 100%، تم الحصر لاراضي يعني نسبه كبيره، انما الاسعار بتختلف من مكان لمكان. طبعا. زي ما بقول لحضرتك، صحيح. انت لو جيت في دمنهور مثلا هتلاقي فيه متر ب 6000 جنيه، هتلاقي متر تاني ب 5000 جنيه. اما بقى لو رحنا مثلا وادي النطرون هتلاقي الافدنه بيتراوح سعرها من 70000 جنيه الى 200000 جنيه، وحسب قربها عن الطريق الصحراوي. هتلاقي في نفس وادي النطرون لو كانت ارض داخل الحيز العمراني بتتباع بالمتر، ايضا بيختلف من مكان لاخر. يعني انا ما اقدرش اقول حاجه مطلقه كده سعر المتر قد ايه. طيب معالي الوزيره، احنا وهقول لحضرتك حاجه برضو. اتفضلي. ما دام جبت سيره اللقاء ده، سياده الرئيس لما قلنا له الاسعار ساعات بتبقى غاليه، قال لي بصي السعر بيبقى كلنا فينه، غربنا السعر كام وشرقنا السعر كام، والناس كلها بتبقى عارفه متوسط الاسعار. معايا الوزيره ربنا يوفقك. انا معايا اخيرا شكوى صغيره جايه لنا في الجورنان وفي البرنامج عن من الاداره التعليميه في كوم حماده، مدرسه البريجات التجاريه دي، مدرسه أيوة. عدد من الفصول 10 فصول في قريه البريجات، تم يعني في لجنه من التعليم في لجنه من التعليم نزلت عملت معاينه عليهم لفصل هذه العدد الفصول عن المدرسه اللي هي في كوم حماده، لان المسافه بتبعد اكتر من 100 كيلو، ودي معاناه وحضرتك من قلب الشارع وعارفه الناس بتعاني ازاي. هي اللجنه عملت لحضرتك التقرير، والتقرير عند حضرتك واقف على توقيع حضرتك، والشكوى موقع عليها الحاج صابر موسى عامر ورزق عبد المقصود نصار وحمدي مختار المشلاوي والسيد عيد بركه ومحمد سعيد عبد الرحيم وعماد ثابت عبد الموجود ومحمد امين ابو الليالي وعماد ثابت عبد الموجود وطلعت محمد نصار، والناس بتعاني وحضرتك حاضر. يعني حضرتك حاسه بالناس، وانا عارف ان حضرتك مع الناس وموجوده مع الناس. انا هرجع لهذه المذكره وان شاء الله هيتعمل كل شيء لصالح المواطن. هو في معاينه موافقه من التعليم اهوت، الاداره التعليميه موافقه عليها وعطت لحضرتك موافقه عليها وبعتتها لمكتب حضرتك، رجاء حضرتك بقى يعني انت حضرتك حاضر. يعني اكتر انسانه بتشعري بالناس لانك من قلب الناس. ربنا يخليك. حاضر. معالي الوزيره حاضر. المهندسه ناديه عبده محافظ البحيره، انا بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا. شكرا جزيلا. شكرا. هنرجع تاني يا استاذ عادل. انا عايز اقول بس قبل ما يعني مساله، عايز اقول في العشر شهور اللي تولته المهندسه ناديه عبده، للامانه مش عايز اقول لك عدد الافدنه اللي تم استرجاعها، تم استرجاع اكثر من 156
ألف فدان، تم تقنين منهم حوالي 127 ألف فدان بقيمة 8 مليار جنيه. الموضوع هنا أن أنت المهم في الفيصل في القضية هنا أنك تسترجع مواردك الضائعة. أنت ما تقولش أن احنا دولة فقيرة، هي أنت مش قادر تستغل مواردك، وكانت طوال السنوات الماضية هذه الموارد منهوبة، هذه الموارد يضع عليها اليد مافيا كبيرة جدا، مافيا الأراضي، واستغلتها واستفادت منها. الآن يجب أنه بالفعل زي ما عرفنا وزارة التخطيط أو الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أو الاستشارة عن بعد، أنه يكون هناك قاعدة بيانات، خارطة بيانات، يبقى أنت على الأقل أنت قاعد عارف فين أراضي الدولة، فين المستغلة. صحيح. دي مستغلة صناعية، مستغلة زراعيا، مستغلة بأي وضع كان، بس في النهاية تكون إيه الدولة وضع ايديها عليها تستغلها حيثما شاءت. لان انت احيانا زي ما انت بتقول مدرسه هي ممكن ما تلاقيش اراضي. صحيح. في مقابل انه الاف وملايين الافدنه منهوبه وانت مش قادر تستردها. فبالتالي هو هنا الاساس، لازم انت تضع يدك على كل الاراضي اللي في الدوله، لان دي اموال توفر لك كثيرا جدا. عارف كمان ان الفساد ضارب بجذوره في كل حاجه، يعني لما تقول لي 8000 فدان موجود في مركز او مركزين مش اصلا مش موجود، مش اصلا مش موجودين في سجلات. بالزبط. دي مهزله. طب بالظبط دي مهزله، والسكات عليها يعني اي مسؤول يشوف الكلام ده ويسكت عليه، الحقيقه المفروض المسؤول ده يتحاكم. انت بص، انت ما كانش عندك بس لا رقابه ولا تفتيش، والمحليات زي ما انت عارف حدث ولا حرج، ولا عندك قاعده بيانات تقول لي احنا كدوله اراضينا فين وازاي بنستغلها. كل ده ما كانش موجود. فاعتقد ان المؤتمر الاخير بتاع التعداد السكاني اللي الرئيس حضره ده كان بصراحه يعني مرحله فاصله طبع. ما بين ما قبل وما بعد. انت اصبح عندك بتعمل تعديد عن تعداد على المنشآت وتعداد على المحلات وتعداد على الاراضي وكل الكلام ده مهم. قاعده بيانات، اتفضل ادي يا دوله يلي عايزه تعمل قاعده تنميه، هذا هو قاعده البيانات قدامك، اتصرف على اساسها، بحيث ان انا لما يجي يقول لي انا والله عندي اكتفاء في المساكن وانا عندي 9 مليون شقه، يبقى اذا اوجه الاستثمارات في منطقه تانية. يعني عندي اراضي مساحتها كذا، يبقى اذا لازم اعمل على استعاده هذه الاراضي واستغلال. انا عايز كل المحافظات، وانت يمكن ما كلمتش المهندس نادي عبده، عندها 3 مناطق صناعيه طبعا. اصبح في البحيره هذه الاراضي الشاسعه ما كانش هناك مناطق صناعيه طبعا. او مناطق مش لاقي لها اراضي طبعا. فبالتالي انت عندك موارد كثيره، بس هي لما استرد هذه الثروات المهدره هقدر اعمل عليها وحسن استغلالها. بالظبط كده. طبعا. هنروح لخبر تاني معايا من صحيفه الدستور. وزير الكهرباء يعلن تفاصيل مشروع النووي في الضبعه في مؤتمر صحفي خلال ايام. انت رايك ايه في مشروع الضبعه النوويه، وده هيعمل ايه في الاقتصاد والاستثمار كمان في الفتره اللي جايه؟ بالتاكيد. يعني انت لما بقول لحضرتك حاجه، لما يجي مستثمر عايز يعمل مشروع ضخم، اول حاجه لأي مستثمر جاي أو أنت كدولة لما تيجي تقول أنا هعمل يعني إن شاء الله بعد ما نخلص العشر مدن الجديدة هعمل كمان 10 مدن، طب العشر مدن دول محتاجين طاقة، هل الطاقة الموجودة هتكفي؟ فبالتالي تقول لا، ده احنا عندنا كمان طاقة بديلة، وعندنا في خلال 6-7 سنوات هتبدأ أو 8 سنوات هتبدأ يعني بشائر المحطة النووية اللي في الضبعة تمد المشاريع دي بالطاقة. فبالتالي انت لازم يكون عندك اي مشاريع تحتاج الى الطاقة. احنا تأخرنا كتير يا استاذ ماهر، زي ما بقول لك بالفعل احنا بدأنا مع الهند نهرو عبد الناصر في انشاص، وبدأ نهرو هذا المشروع في الهند. الهند الان عندها 38 محطة نووية، ومحدش بقى تخوف ومحدش عارف ايه. احنا عندنا في العالم 4500 محطة نووية، ما حدش بقى قال لك طب معايير الامان ومقاييس الامان وافرض حصل. احنا دايما للاسف عندنا دايما بنبدا بيستاذن حضرتك. ناخد الدكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء. دكتور ايمن ازاي حضرتك؟ تحياتي يا فندم لحضرتك، تحياتي لضيفك الكريم سنوري بيه. الله يخليك يا دكتور، اشكرك جدا. دكتور ايمن، احنا عندنا خبر يعني افرح كل المصريين يعني شعرنا كلنا بالسعاده، هو محطة الضبعة النووية وأهمية محطة الضبعة النووية من منظور أشمل وأعم على الاقتصاد والاستثمار في مصر، هيعمل إيه في الفترة اللي جاية؟ كلمنا حضرتك باستفاضة عن هذا المشروع. هو طبعا يعني اسمح لي أنا يعني أهني ونأمل من الله سبحانه وتعالى إن احنا يعني نوفق إن شاء الله لإتمام ظهور
الاربع مفاعلات في المحطه النوويه في الاولى في مصر ان شاء الله. هو طبعا المشروع دوت يعتبر نقله يعني كبيره جدا في اول حاجه في مستوى الصناعه ان شاء الله، لان في اتفاق في ان يبقى في مشاركه للتصنيع المحلي او الجزء المحلي فيها بنسبه 20% من الوحده الاولى، وبيتزايد تدريجيا ممكن يصل الى 35% مع الوحده الرابعه. وده ان دل على شيء بيدل على ان لابد تكون جوده الصناعه اول حاجه تكون مرتفعه بما يضاهي الجوده المطلوبه للجزء النووي، بالاضافه الى ظهور برضه صناعات حديثه، تحديث للبحث العلمي، كوادر نوويه هتظهر ان شاء الله سواء بالتدريب اللي هيتم للمهندسين او الفنيين في روسيا او في الداخل. كمان في شيء مهم جدا الا وهو ان احنا طبعا في وزاره الكهرباء بنحط الخطط كلها علشان ما نرجعش تاني للفتره اللي كان فيها بعض الانقطاعات او عدم توفر الطاقه الكهربائيه. كان من ضمن الاسباب هو كان في تشوه بنسميه في مزيج الطاقه، ان احنا كان عندنا معظم الطاقه او 90% من الطاقه المنتجه كلها بيطلع من الوقود التقليدي او الغاز الطبيعي او البترول. انما تم وضع استراتيجيه حتى 2035 بيساهم فيها الوقود النووي او الطاقه النوويه، بتساهم فيها الطاقات المتجدده، بتساهم فيها الفحم النظيف. ده يعتبر تنوع جديد في الطاقه بحيث ان احنا يعني ما نبقاش اعتمادنا على مصدر واحد فقط. بالاضافه لكده وكده طبعا الوظائف الكتير وفرص العمل ان شاء الله هتبقى متاحه اثناء التشييد وكمان بعد او في التشغيل. كل دوت بيدل على ان احنا ان شاء الله باذن الله نامل من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا مصر تكون في المكانه اللي تليق بيها. بالاضافه طبعا شيء مهم وهو توطين التكنولوجيا النوويه في مصر، لان طبعا في الدول المحيطه او المجاوره بدات تفكر وان هي تدخل برضو المفاعلات النوويه طبعا، وكلهم الحمد لله بيثقوا في الخبرات المصريه، وده تعتبر اضافه ان شاء الله ليها، يعني خير كتير ان شاء الله نعم. طيب الله هايل جدا يا دكتور ايمن، اسمح لي الاستاذ عادل السنهوري عايز يسال حضرتك سؤال. اتفضل يا دكتور. انا طبعا احنا سعداء جدا بالخبر ده، لانه بالفعل احنا مصر اتاخرت كتير، والحمد لله احنا عندنا المدرسه الطاقه النوويه المصريه قديمه، يعني احنا بس اللي اتاخرنا بسبب مخاوف لا وجود لها في الاساس. يعني الهند بدات معانا دلوقتي، الهند بنتكلم على 40 مفاعل نووي او اكتر. فبالتالي اللي انا اقصده احنا الخبرات القديمه والخبرات المصريه اللي في الخارج دلوقتي هل هيتم الاستعانه بها؟ يعني حسب معلوماتي يا دكتور انه مثلا 11 عالم مصري نووي اصولهم مصريه يعني لهم الحق في الدخول المفاعل النووي الالماني على سبيل المثال من بين 100 عالم نووي حول العالم. يعني عندنا علماء كتير جدا في الطاقه النوويه، هل دول هيتم الاستعانه بيهم؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، التصور ان احنا محتاجين خلال لغايه 2035 عدد المحطات اللي احنا محتاجينها حتى 2035. طبعا بالنسبه للسؤال الاولاني طبعا مع حضرتك كامل الحق في الاستعانه بالخبرات، وده توجه الوزاره والحكومه بصفه عامه، ولكن انا اتكلم على وزاره الكهرباء. لا، كل الخبرات والكوادر والعلماء نحن نرحب بهم جدا، ويمكن في داخل مش في بس في الخارج، لا في الداخل بالزبط. كمان في من الكوادر والعلماء الافاضل والكل ده يعتبر عرس كبير ليهم وبيشاركوا فيه. ويمكن في الماضي زي ما حضرتك اشرت ان كان في خبرات موجوده صحيح. ولكنها ما كانش في التطبيق العملي والفعلي صحيح. بعدم وجود اي طاقه نوويه او استخدامات سلميه ليها، انما بوجود الطاقه النوويه او المفاعلات النوويه للاستخدامات السلميه ده يعتبر ان هو مجال تطبيقي كبير جدا، سواء العلماء هم الافاضل او للكوادر الشابه اللي طالعه من الجامعات ان شاء الله. صحيح. الجزء الثاني ان 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 في بالنسبه للمحطات مصادرها، احنا الاستراتيجيه اللي هي حتى 2035 بتحدد بعض النسب اللي هي
للمشاركه للطاقات المختلفه او المصادر المختلفه. يمكن على سبيل المثال الطاقه المتجدده، الطاقات المتجدده من الشمس او الرياح او الطاقه الكهرومائيه، ان شاء الله مخطط ان هي تصل في نسبه المشاركه فيها الى حوالي يعني 37%، وكمان يعني حاليا بيتم تحديث الاستراتيجيه دي عشان توصل ل 42%، ودي نسبه كبيره، بالاضافه طبعا للطاقه النوويه، بالاضافه الى الطاقات التقليديه، بالاضافه الى الفحم النظيف. كل ديت يعني طبعا نامل ان احنا ننجح فيها ان شاء الله، يعني طبعا بدخول الطاقه النوويه فيها يبقى احنا ماشيين على الخط ان شاء الله، ان شاء الله نوفق فيه باذن الله ان شاء الله. دكتور ايمن حمزه المتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله معانا. شكرا شكرا. هنرجع تاني لنفس الخبر ده واهميه ان يكون عندنا محطه نوويه، وده في على الاقتصاد والاستثمار بالزبط. وعلى الشبكه، انت عارف ان احنا عندنا مشاكل كتير جدا. بص يا صديقي، يعني بص الطاقه النوويه مش مجرد بس كهرباء، الناس بس بتفكرها كهرباء، لا ده في كل الصناعات. يعني في الصناعات اللي انت بتعاني منها كثيرا، يعني في صناعه الدواء، في صناعه السيارات، في كافه انواع السيارات، ده المفروض بيكون يعني كل هذا مستخدم. هذه الاستخدامات السلمية، ليه بنقول استخدامات سلمية؟ علشان هذه الطاقة مهمة جدا لهذه الاستخدامات، وهناك كمان طاقة رخيصة غير مكلفة، غير طاقة الغاز أو البترول أو المحطات الكهربية العادية. فبالتالي أنا أعتقد ده مهم جدا، لأن احنا بالفعل يعني زي ما بقول لك اتأخرنا كتير قوي، وللاسف يعني النظام السابق الشبكه عندنا فيها مشاكل كبيره عادل بيه، وتطوير الشبكه كمان مهم جدا. يعني عندنا في مطروح وفي مشروع في البستان وفي مشروع في وادي النطرون، دي كلها شبكات متهالكه وشغالين عليها ان هم يعني يتعاملوا مع هذه الشبكه، فانك انت تدخل محطه الضبعه النوويه على هذه الشبكات لابد من تغيير هذه الشبكات وتطويرها. احنا ماشيين بالتوازي يعني لما جت ازمه الكهرباء، والناس بتنسى للاسف احنا عندنا ذاكره السمكه، الناس بتنسى فعلا يعني ان انت كان عندنا ازمه كبيره جدا، استطاعت الدوله والقوات المسلحه بالفعل انها تعمل على توفير. شوف لنا المهندس محمد عبد العليم يا استاذ محمود، انها بتوفر الاول الطاقه، يكون عندك فائض دلوقتي، انت عندك تقريبا في حتى في عز الذروه بيكون عندك فائض اكتر من 4000 ميجا وات. الجزء اللي بالتوازي الثاني هو تجديد شبكات النقل، وده ده مهم جدا تحديثه، اعتقد انه في خلال سنه وسنتين ده زي ما اعلنت الوزاره قبل كده انه هيكلف اكتر من 2 او 3 مليار جنيه، وده في خلال عامين. فبالتالي لما يكون عندك تحديث في الطاقه، طاقة النقل، شبكة النقل التقليدية ومحطات النقل التقليدية، مع استغلال موارد الطاقة الأخرى زي الطاقة الشمسية واحنا ماشيين فيها بشكل كويس، وطاقة الرياح، ثم بعد ذلك المصادر الأخرى زي الطاقة النووية، أعتقد إن شاء الله مع 2026 مش هيكون عندك أي مشاكل في مشاكل الطاقة. وأنت بتفكر كمان دلوقتي في إن أنت يبقى في تعاون وفي تصدير لهذه الطاقة خلال السنوات القادمة، مع ظهور الغاز، مع الاكتفاء الذاتي من الغاز العام القادم إن شاء الله، وتوفير عملة صعبة كبيرة جدا، واخد بالك، مع زوم مع البترول، أعتقد كل ده هيكون إن احنا هذا الملف تم الانتهاء منه تماما، وهيكون جاذب كمان للشركات الكبرى للاستثمار فيه زي سيمنز او غيره. فبالتالي انا اعتقد انه هذا الملف بالفعل ان يكون مصر حققت فيه طفره كبيره جدا، وحققت فيه نجاحات كبيره جدا، وان شاء الله نوصل زي المانيا كده لما احتفلت من سنتين باحتفال ب 30 سنه لعدم انقطاع التيار الكهربائي. لعدم انقطاع التيار الكهربائي ده حدث مهم بالنسبه لنا. نتمنى تكون سنه حتى سنتين عندنا ان شاء الله، واحنا ده اعتقد ان الانقطاع ده الاصوات الغبيه لم يعد. الاصوات الغبيه الجهله يا استاذ عادل اللي تقول لك ان موضوع الضبعه النووي ده موضوع مش مهم، واللي يكلمك على قناه السويس ويقول لك موضوع قصص مش اي مشروع جميل تعمله، اي مشروع قومي تعمله ويتكلم عليه لابد انه يسيء للمشروع، يسيء للبلد. الاصوات الغبيه الجهله اللي مش فاهمه حاجه تقول لها ايه؟ شوف طول الوقت انت هتلاقي هناك ناس لن ترضى. يعني انت اصلا كان عندك مشاكل لسه ما فيش من سنه ولا سنه ونص كان انقطاع في التيار الكهربائي ومشاكل عندك جوه البيوت. اوضتك بس كان عندك، احنا بس بننسى يا جماعه، بس نرجع احنا في 2017 مش كده؟ نرجع 2014 مع انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان دائما المطالب، وممكن نرجع بالارشيف شويه احنا مش بعيد قوي، كان المطالب الامن والكهرباء والخبز والوقود مش كده؟
مش دول كانوا اربع مشاكل حديث مصر ولا حديث غيرهم؟ طيب لما اتحلت هذه المشاكل بدانا بقى في رفاهيه النقد بقى والاعتراض، اصبح هناك رفاهيه النقد والاعتراض على وسائل التواصل الحديثه بقى السوشيال ميديا على الفيسبوك وعلى تويتر. طول الوقت انت هتلاقي هناك من لا يعجبهم اي شيء تفعله. يعني لما يكون عندنا انقطاع في شبكات الكهرباء اصلا داخل البيوت، هذه الشبكات وهذه المحطات هتعمل اقتصاد او هتعمل استثمار عندك في البلد؟ بالتاكيد. يعني انت لما يعني تمب عندك هذه الطاقه استثمارات كتيره جدا هتشجعني انا دلوقتي عايز اعزم استثمارات في الدواء براحتي، استثمارات في السيارات. شوف الباشمهندس محمد عبد العليم يا استاذ محمود، استثمارات في كل هذه القطاعات، لان دي يبقى عندك وفر من الطاقه وطاقه متعدده كمان. يعني مش انت مش بتعتمد بس على محطات تقليديه او على الغاز او على البترول او الفحم، انت كمان هيبقى عندك طاقه دوية مستقبلها كبير. استاذ عادل، انت البلد سبتها فضلت ماشيه 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 لما فوجئت فجاه لقيت كل حاجه منهاره. يعني عندك شبكات الكهرباء كلها منهاره، عندك الصرف الصحي منهار، عندك شبكات المياه منهاره، 30 40 سنه حاجات متهالكه. هستاذنك ناخد الباشمهندس محمد عبد العليم رئيس مجلس اداره شركه كهرباء البحيره. باشمهندس ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. معايا الكاتب الصحفي عادل السنهور رئيس تحرير صوت الامه في الاستوديو بيسلم على حضرتك. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا فندم، شرف لينا. الله يخليك يا فندم. طيب يخليك يا فندم. باشمهندس محمد، كان معايا الدكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء من شويه، وقال لنا اخبار يعني تسعد الشعب المصري كله على محطه الضبعه النوويه. كلمنا سيادتك على محطه محولات البستان المتنقله، ودي حدث جديد، ومحطه محولات مشروع مطروح شرق مطروح. يعني سيادتك قول لنا محطه محولات دي تعمل ايه في الشبكه المتهالكه، واحنا عندنا حضرتك انت عارف ان احنا بقالنا سنين كنا داخلين في ازمه، من سنة ونص سنتين كان الانقطاع ده دائم في جوه البيوت. لما يبقى عندنا النهاردة محطة الضبعة النووية وعندنا محولات جديدة بتتعمل في كل مكان، ده يعمل ايه في الاقتصاد والاستثمار في الفترة اللي جاية؟ اولا يعني انا بشكر سعادتك وبحيي حضرتك، وبنقول ان جمهورية مصر العربية الحمد لله رجع ورجع بقوة. وزارة الكهرباء في الثلاث سنين اللي فاتوا دول أو من 2014 بالتحديد عملت شغل ما اتعملش في مصر من أكثر من 30 سنة. صحيح. والحمد لله يعني احنا كشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء زي ما سيادتك تعرف مسؤولين عن محافظة البحيرة بالكامل، محافظة مطروح بالكامل، جزء كبير من محافظة المنوفية اللي هو مدينة السادات والخطبة وكفر داوود، وجزء من محافظة اسكندرية اللي هو قرى حي العمريه وقرى برج العرب بالكامل. عدد المشتركين عندنا بلغوا حوالي 2 مليون و300 الف مشترك في نطاق شركه البحيره لتوزيع الكهرباء. انت عارف سعادتك في حاجه جميله جدا، في خلال سنه من دلوقتي ان شاء الله مطلوب مننا ان احنا نعيد تاهيل الشبكه بتاعت توزيع الكهرباء في المحافظات اللي قلت لسيادتك عليها بتكلفة 1,700,000,000 جنيه خلاف الخطة الذاتية اللي احنا شغالين بيها اللي هي تبلغ 100,000,000 جنيه السنة دي. يعني شوف حضرتك ده مبلغ كبير جدا يا باشمهندس محمد. بين ان شاء الله وشغالين فيه على قدم وساق، يعني كأننا كتيبة عسكرية بالظبط. معالي وزير الكهرباء متابعة يومية من الاعمال اللي بتتم، عملته ايه وصرفته ايه، اتاح لنا المبالغ الماليه والاعتمادات الماليه اللازمه لاعاده تاهيل الشبكه. زي ما حضرتك عارف احنا كان عندنا في جمهوريه مصر العربيه مشاكل في الانتاج، وبفضل الله اتحلت، وبدل ما كان عندنا عجز بقى عندنا فايض. كان في مشاكل في نقل الكهرباء، والحمد لله شركه النقل شغاله برضه وبتنسق معانا على قدم وساق في اعاده تاهيل الشبكات و تكبير جميع المحولات اللي موجوده في محطات المحولات بنطاق محافظه البحيره ومطروح. احنا بقى بدورنا بنعيد تاهيل الشبكه اللي هي بتتصل بالمواطن مباشره، اللي المواطن بيشوفها بعينيه في الشوارع وبتاثر عليه. باشمهندس محمد، تطوير باشمهندس محمد عبد العليم، تطوير الشبكه الانتاجيه مهم جدا، وحضرتك عندك لوحه توزيع في كوب حماده ولوحه توزيع وادي النطرون في المنطقه الصناعيه الثالثه والرابعه. يعني قول لي تطوير الشبكه بيبقى مهم جدا للمناطق الصناعيه؟ طبعا يا فندم طبعا. لا ده انا بعد اذن حضرتك. طب ليه كنا بنسيبها فترات طويله يا باشمهندس محمد بالشكل ده لحد ما توصل للتهالك بالشكل ده؟
بص يا فندم معلش، يعني حته التهالك ديت كل حاجه لها عمر افتراضي. صحيح. والمبالغ الماليه ما كانتش متاحه قبل كده بالصيانه، والحمد لله تم تدبيرها حالا، تم تدبيرها حاليا. انا بس حته لوحه توزيع معناها ايه؟ ان انا باخد من الشبكه الموحده للجمهوريه كلها اللي هي بتضخ فيها محطات التوليد. صحيح. بتغذي الشبكه دي، انا عشان استفيد بيها باخد من محطه المحولات اللي هي بتحول لي الجهد العالي والفائق لجهد متوسط، انا باخد ده على حاجه اسمها لوحه توزيع عشان اوزع منها للقرى والمدن عشان تستفيد منها بحلقات. يعني لو ضربنا المثل على لوحه توزيع كوم حماده دي تعمل ايه في الشبكه مثلا في المنطقه؟ اقول لسيادتك حاجه، يعني مثلا مدينه كوم حماده مركز ومدينه كبيره جدا وللاسف ما فيهاش غير لوحه توزيع واحده بس، فانا بضيف لها لوحه ثانيه يعني بتيح تغذيه كهربيه توصل لحوالي 16 ميجا كمان، ونفذت بالفعل الكابلات بتاعتها واشتريت الارض بتاعتها وطلعت الرخصه، وباذن الله قبل 30/6 اللي جاي ده هنكون مفتتحينها. طب دي اخبار مهمه جدا. في حاجه جميله عملناها في مركز البستان او الدلنجات الاسبوع الماضي ده، كانت معالي وزيره الوزيره المحافظه المهندسه ناديه عبده حضرت معانا افتتاح المحطه دي، انشاناها بتكلفه تقريبا 100 مليون جنيه بالتنسيق بيننا وبين الشركه المصريه لنقل الكهرباء. حلت مشاكل، بص سيادتك، 300 محول مزارع كانت الكهرباء ضعيفه عندهم، اللي يجي يشغل موتور عشان يروق ارضه ينحرق الموتور عشان الكهرباء ضعيفه. والكلام ده كنا بنعاني منه من يجي 20 سنه. بفضل الله وتوجيهات وزير الكهرباء والدعم من القياده السياسيه مع الشركه المصريه لنقل الكهرباء، دبرنا ارض وحطينا عليها محولات ووصلنا منها كابلات. وحضرتك لو سالت اي حد في مركز الدلنجات او مركز البستان فرق رهيب في استقرار التغذيه الكهربيه وجوده عاليه جدا للتيار الكهربي، ما عادش فيه مشاكل ان هو يجي يشغل موتور موتور يتحرك. طب الكاتب الصحفي عادل السنوري عايز يسال حضرتك سؤال. انا عندي سؤال بسيط يعني يهمني انا شخصيا، يعني لو قلنا نسبه الانقطاعات دلوقتي في التيار الكهربي يا باشمهندس يعني في المحافظه نقدر نقول بقت نسبه قد ايه؟ بالمقارنة بالسابق يعني. لا بص حضرتك، احنا ما فيش مقارنة طبعا بالسنة الصعبة اللي مرت علينا 2012 دي، كانت سنة صعبة، سنة كبيسة، لأن ما كانش عندنا توليد يكفي الاستهلاك. النهاردة بقى الجزئية دي انتهت تماما وبقى عندنا فايض كهرباء، وببشر حضرتك ان شاء الله في القريب يعني ممكن مع الوزير استشار للنقطة دي ان ممكن مصر تصدر كهرباء للدول اللي هي مش ماشية معانا في ساعات الذروة، يعني هم احنا عندنا فايض بالنهار هم عندهم ليل نصدر لهم، دي حاجه جميله ومصر شغاله على كده ان شاء الله. بس الانقطاعات اللي هي نتيجه بعض المشاكل في التوزيع ناس قلت بنسبه كبيره جدا جدا جدا، وان شاء الله تكاد تكون هتنتهي بعد السنه اللي احنا موجودين فيها ديت بعد 2018 ان شاء الله تنتهي تماما بعد إعادة تأهيل الشبكة إن شاء الله. باشمهندس محمد، كان معايا المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة من شوية وقالت لي أنا مطلعة قرارات صارمة وحازمة في المحافظة إن أي طلب لأي مواطن ما بيقعدش أكتر من 3 أيام عند أي مسؤول في جميع الوحدات المحلية. الكلام ده عند حضرتك في الشركة برضه يا باشمهندس محمد؟ يا فندم إحنا طبقنا سياسة رئيس الجمهورية الكلام ده من سنتين، عملنا خدمة اسمها خدمة الشباك الواحد موجودة في إدارات الكهرباء، اللي بيروح ليه مشكلة بيقابله الموظف على الشباك وما بيلفش هو داخل الإدارة، بيقعد بيستريح والموظف بيقوم بكل حاجة، يعني بيسأل على فاتورة، بيسأل على استهلاك، بيسأل على مقايسة، بيسأل على أي استفسار بيخص الكهرباء بيجاب عليه فورا. ومعالي الوزير عمل لنا حاجة اسمها خدمة 121، الرقم الموحد على مستوى الجمهوريه لمشاكل الكهرباء، اللي عنده اي مشكله يطلب 121 يرد عليه مسؤول في شركه مستقله ملهاش دعوه بوزاره الكهرباء ولا لها دعوه بشركه التوزيع. بياخد الشكوى بينقلها للمركز المختص وبياخد الاجابه عليها وبيرد هو نفسه على المشترك، ومعالي الوزير بيتابع مع رؤساء الشركات التسعه بصفه يوميه، مكتبه على اتصال يومي بينا، جالكوا كم بلاغ النهارده؟ رديتوا على كم بلاغ؟ ما ردتوش على البلاغ اللي ناقص ليه او البلاغين؟ هتردوا عليهم امتى؟ يوميا
في ده مهم جدا يا باشمهندس محمد، ان المواطن نفسه يشعر ان المسؤول معاه مش ضده، لان احنا كانت في فتره عدت علينا كده المواطنين تحس انها في خناقه مع المسؤولين، يعني اقول لك المسؤول ما بيعبرش المواطن. ده يعمل حاجه مهمه جدا يا باشمهندس محمد، ان يخلي المواطن نفسه يستشعر ان المسؤول معاه مش ضده. وانا بحييك جدا على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، وانا حضرتك يعني من الشخصيات اللي فعلا لو الساعه 3 بالليل ما اعرفش رئيس مجلس اداره شركه بيرد على كل تليفونات المواطنين ازاي. باشمهندس محمد عبد العليم رئيس مجلس اداره شركه البحيره لتوزيع الكهرباء، انا بشكر حضرتك جدا على المداخله وعلى التعاون مع المواطنين في محافظه البحيره. عادل بيه هرجع معاك للاخبار، ومعايا خبر مهم جدا من الاخبار. رئيس الاركان يشهد المناوره بدري 2017 بالجيش الثالث الميداني ويطالب بالبعد عن النمطيه في التدريب. طبعا انت طول الوقت يعني خلينا انت برضه زماهر عشان بس الناس تعرف يعني ان انت بس يعني يبقى في رؤيه عامه، انت في منطقه على برميل طيب هنستاذنك ناخد باشمهندس محمد عبد العليم تفضل. عنده حاجه عايزه. اتفضل يا محمد بيه. بقول لسيادتك في حاجه تخص المواطن، وبنقول الدوله بتعمل ايه مع المواطن ووزاره الكهرباء بتعمل ايه مع المواطن، اللي هو في ظروف ما وفي فتره معينه زحف العمران على خطوط الجهد المتوسط، فاحنا مخصصين 65 مليون جنيه لازاله التعديات اللي حصلت الخطوط من فوق الناس اللي اتعدت عليها. يعني شوف بالعكس المواطن في فترة معينة دخل ببيته وولاده تحت خطوط الجهد المتوسط عرضهم للمخاطر. الدولة بتشيل الخطورة دي دلوقتي، وشلنا بالفعل ما يقرب من 30 مليون جنيه لحوالي 10 مناطق في محافظة البحيرة، وباقي عندنا يعني ال 30 مليون جنيه دول من اجمالي 65 جنيه هينتهوا باذن الله قبل 30/3 ده اهو، ودي حاجة مبشرة لاهالينا في البحيرة. مهم جدا مهم جدا يا محمد بيه، احترام آدمية المواطن واستشعارك ان ده في خطر عن المواطن، وان انا افكر هذه الفكر المحترم ان المواطن يبقى له كرامه وقيمه في بلده. بشكرك جدا باشمهندس محمد عبد العليم رئيس مجلس اداره شركه كهرباء البحيره. نرجع تاني نرجع للخبر، يعني انت في منطقه يعني قلقه جدا، اوضاع امنيه غير مستقره، شفنا دول وطنيه انتهت، جيوش وطنيه انهارت زي سوريا او العراق، ليبيا، اليمن، فبالتالي انت طول الوقت الحمد لله انه الهمنا بانه تم تحديث السلاح، استيراد او عمل اتفاقات كثيره جدا لتطوير السلاح في الجيش المصري واضافه اسلحه كثيره له. احنا ما بنقولش احنا دوله دائما تنادي بالسلام، ولكن طوال الوقت يكون عندك جهوزيه عاليه جدا من الاستعداد القتالي واستثماراتك. انت عندك الجيش القتالي. لو مش عندك جيش قوي بالشكل ده ما كانش بقى عندك دوله النهارده. اي تنميه لازم لها جيش قوي طبعا. يحمي حدودها ويحمي ما تحققه من انجازات، لان انت دوله ذات مطمع على مدار التاريخ. حقيقي. الكاتب الصحفي المحترم عادل السنهوري رئيس تحرير صوت الامه، انا بشكر حضرتك جدا على تشريفك لي. اشكرك جزيلا يا فندم. اعزائي المشاهدين دي كانت اهم عناوين الصحف الصادره معانا خلال اسبوع، تناولناها معاكم بالرصد والتحليل، وشفنا اخبار مفرحه من محافظ البحيره والمتحدث الرسمي باسم وزاره الكهرباء ورئيس شركه كهرباء البحيره. عيشوا بالامل والتفاؤل، وابعدوا افكاركم ودماغكم عن الاصوات المغرضه اللي لا تهدف الى هدم هذا الوطن. لكم مني اطيب المنى ماهر الفضلي.